المرجعيه بايام خطاب الجمعه اللي اكدتها قالت نصا لا بد من اقرار قانون انتخابي يتصف بما يلي: اولا ان يكون منصفا، ثانيا ان يعيد ثقه المواطنين بالعمليه السياسيه. الان اكو ثقه استاذ محمد؟ لا ماكو ثقه. هذا دليل على ان كل قوانينكم فاشله، لانه ما قدرت تحقق الثقه بين المواطن والسياسي. السيد السيستاني يريد قانون يعيد الثقه بين المواطن والسياسي. ثالثا ان لا يتحيز للاحزاب والتيارات السياسيه، هذا تاكيد وشهاده من المرجعيه. كل القوانين اللي شرعتوها متحيزه مو حقيقيه. ويمنح فرصه، رابعا ويمنح فرصه حقيقيه لتغيير القوى التي حكمت البلاد خلال السنوات. يعني السيد السيستاني يريد قانون يغير به هاي العقلية والمنهجية، لأن هاي العقلية والمنهجية عقلية غير منتجة، جامدة، متحجرة ومتأزمة نفسيا. أي. وإن اسمح هاي استاذ عدي، هاي كلام السيد السيستاني. نعم. وإن إقرار أي قانون لا يمنح فرصة للتغيير لن يكون مقبولا ولا جدوى منه. هذا هنا واضح خلاص، غير مقبول ولا جدوى منه. إذا قانون سانتياغو قانون لا جدوى منه وغير مقبول، لأنه غير منصف وظالم للشعب العراقي. هذا برأي المرجعية الدينية. ولا تتعبون. هذا برأي المرجعية. ولا المرجع... راح يخلص. أي. بس أنتم كيفكم بعد. طيب. بالتالي إحنا رايحين انتخابات محلية، يعني خلينا نجرب. ماكو انتخابات محلية. هو ألزم نفسه بقانون انتخابات مبكرة. وانتخابات محلية أيضا ألزم نفسه خلال سنة. ماكو حديث عن الانتخابات. هذا مو صوتوا عليه بالبرلمان، صار قانون،